السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي بناتي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلة حلوة بسيطة شعبية جدا، وهي البصارة. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي نوع حل على النار فيها مية، وأنا عندي نهوت أنا بعمل يدوبك على قدنا كده، مقدار طبقين. ده نص كوباية اللي هو الفول المدشوش، أنا نقعاه بقالي ساعة إن شاء الله. نحطه في الحلة. هنا عندي كزبرة خضراء، انا ده الورق بتاعها بس. هنا عندي معلقة ثوم مفروم. ودي بصلاية صغيرة. بس كده هنغطي عليها. ونسيبها لحد ما تستوي ونرجع لكم. ودلوقتي يا حبايبي نشوف بقى الفول بتاعنا استوى ولا لا. بسم الله ما شاء الله اتهرى على الاخر اهو. هنسيبه لما يبرد ونضربه في الخلاط ونرجع لكم ان شاء الله. كده حبايبي انا صفيت البصارة بتاعتنا ان شاء الله، وهنا حطيت بصلاية صغيرة مفرومة ناعم على النار، وهنا البصل اللي انا هحطه فوق الوش ان شاء الله وكرنيشه بيه. هنا يتبل شوية كده ونرجع لكم ان شاء الله. كده يا جماعه انا هنحط دلوقتي البصاره ان شاء الله ما شاء الله. عندي هنا اهوت كمون نص من كل حاجه، نص معلقه ما عدا الملح، معلقه صغيره شطة، كمون، كزبرة ناشفة، والملح. حطه كده، هو ده كل التتبيلة ان شاء الله. نحط عليها برضو حتة تومة نية ان شاء الله. كده نسيبها بقى تستوي مع بعضيها. نحطلها بس شوية مية عشان هي تخينة شوية. نص كوباية ما شاء الله، يعني عملت كمية حلوة. هنسيبه بقى كده على النار لحد ما تستوي ان شاء الله. وما تنسوناش يا جماعة من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم. هنشوفوا شكلها النهائي عامل ازاي. معلش يا جماعه انا نسيت الفلفل الاسود، هحط لها فلفل اسود كمان. ان شاء الله. ودلوقتي يا حبايبي اكلتنا خلصت ما شاء الله، هنغرفها. الله اكبر. كده هنحط عليها بقى حبة ما شاء الله مقرمش على الاخر. هنحط
كده اكلتنا الجميله دي خلصت يا جماعه. ما شاء الله طعمها وريحتها وشكلها جميل جدا، بس للاسف انا جوزي ما بيحبهاش عشان اللون بتاعها. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.